مع انطلاق العام الدراسي الجديد أزمة معيشية تعصف بأحلام الطلبة في محافظة المهرة، حيث يعبر الطلاب عن حماسهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، ولكنهم يبدون قلقهم بشأن ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين احتياجاتهم. والله أغلب المواطنين ما يقدرش يدرس ابنه من ارتفاع الأسعار، الأسعار حق الكتب والأقلام والكل. حالة من القلق لدى الأهالي هنا، وهم يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات أبنائهم من الأدوات والمستلزمات المدرسية في ظل أوضاع اقتصادية متردية. بالنسبة للمدارس على التفاتير، النار، الأقلام، كل شيء يعني مولع في السوق، ولا قدروا يشتروا. المواطنين يعني بيعانوا على الغلاء هذا المعيشي، ما بعض الناس مش قادر يشتري البدلة لعياله، يعني السوق مولع والناس ما قدرش يعني يسجلوا عيالهم في المدرسة من الوضع هذا من غلاء المعيشة. يشكو الأهالي من ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات، مما زاد من أعبائهم المادية بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. الذي عنده 5 جوال، الذي عنده 6 جوال، من أين يديها؟ من أين بالله عليك؟ تجي شمسة ب20,000، أجي تفاتر بكيت، تمام؟ ما بش ما والدنيا ما بش دنيا خامدة، لا مرتبات، لا معاشات، لا جن، لا عفرة، من أين الواحد يجي بالله عليك؟ من أين تدي؟ من أين؟ إلى أين بيودون هذا الدور؟ إلى أين تصلنا؟ إلى أين تدي المواطن؟ إلى وين؟ إلى أين بيهلكونا يا أخي؟ خافوا الله في أرواحكم يا جماعة، أكلتوا الشعب، يكفينا هنا وبس. إلى هنا وبس، إلى هنا وبس. بالإضافة إلى الأزمة المعيشية، تعاني المدارس في محافظة المهرة من نقص حاد في الكادر التعليمي، مما يؤثر سلبا على جودة العملية التعليمية. يعكس الوضع في محافظة المهرة حجم المعاناة التي يعيشها اليمنيون، حيث يحرم الأطفال من حقهم في التعليم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحرب المستمرة. ياسر محمد، لقناة بلقيس، المهرة.